اتمنى يا منصور يكون موقفك مني مو مثل موقف ابوك. ابي بيخاف عليك وبيخاف علي وبيخاف علينا كلياتنا. ابوك قضى عمره كله خوف بخوف. حيط لحيطه يا ربي السترة. يا ربي السترة ايه، بس خايف. لا تعرف ليش؟ لانه طول عمره عايش شريف. يعني انا المالي شريف. هاي المصاري اللي عم تعزقها بالطول وبالعرض هي اللي خلت ابوك يشك فيك. ليك منصور، انا بدي اياك تفهم شيء واحد بس وتصدقني مره واحده، انا ماني حرامي. اصبح مهرب يا اخي ولا مهرب؟ لك منين جاي هالمصاري؟ فهمني منصور، انا فعلا معي مصاري كثير، بس انا ما سرقت حدا ومستعد اقسم بالله على هالشيء. يا اخي انا لا سرقت حدا ولا اعتديت على حدا ولا ضحكت على حدا. انا فجاه اجاني مبلغ من غامض علم ربك، شو بساوي؟ شو بساوي؟ برميه بالبحر؟ هي تمثيلية للأطفال. ليش عم تتمسخر؟ ما عم تمسخر. فيك تفهمني كيف هيك مغامض علمه؟ ليك منصور، المصاري كيف اجتني ما رح أقول لك، بس بدي اياك تعرف شغلة واحدة بس، أخوك عامر رجال وشريف. آخ والله ما عاد فهمان شي ولا عرفان شي من شي. منصور، أنا ماني حرام، صدقني. شو سمعت انك رح تخطب؟ ان شاء الله. مسك هدول. لك خلص ما بقدر اخذ منك شيء، ما بتعرف ابوك شو بيساوي. لك يا اخي مين رح بيخبره؟ يا عامر انا ما بقدر. بصندوق. كثير اخي كثير. لا لا مو كثير، حطهم بجيبتك. يسلموا دياط. الله يسلمك. شو اخبار عادل؟ وهداك الثاني؟ من وقت اللي سافر لهلا مو باعت غير رسالة واحدة. هداك الثاني الله يسامحك، معك عنوانه؟ شو بدك بعنوانه؟ شلون شو بدي بعنوانه؟ فجأة الصبي احتاج له كم ليرة. الصبي؟ بتعرف لك منصور، من طول عمري بحس انه عادل هو الصغير. هو ضعيف ما؟ ولك ضعيف، ضعيف ايه. بتذكر لما عملوا له قتلة اخواتها لغادة؟ قسما بالله حسيت انه عم يقتلوا لي ابني الصغير. صحيح دريت انه غدا اتطلقت؟ طلقت؟ ليش لحقت تتجوز لتطلق؟ هذا اللي صار. من ايمتى؟ يمكن صار له شهرين او اكثر. لسه ما صار عمره 17 سنة. شو بيعرفني هالبشر كيف بفكروا؟ هلا الطلاق السريع صاير موضة. هي شبابنا وين صرنا؟ ليك ها؟ بدنا معركة جديدة؟ لك لا 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 تخاف. أخوك صاير عاقل. لك وين شرد؟ عم فكر بأخوك عادل. هات هات أعطيني عنوانه. ما معي اياه هون بالبيت، مع هناء. ماشي. أنا بمرق على البيت لما يطلع أبوك. أي مبلغ تاني بتحتاجه منصور، أخوك موجود. وتذكر إني أنا ما تخليت عن العيلة مثل ما أبوك عم يتهمني. يا ابو الهيش، شو وين سرحان؟ لك هلين عمور، شلونك؟ ماشي الحال تمام.
ايه ابي شو طلع معك؟ بشو؟ لك شلون بشو؟ بالشغل، ما اتفقنا نفكر؟ اخ يا عمور اخ. لا، سلامتك من الاخ لك ابن العم. والله ما بعرف يعني ماني عارفان شو بدي اقول لك. ليك هشام، انا ما بقى اتدخل بموضوع النسوان تبعتك. انا اجيت لعندك واقترحت عليك شغل، قل لي يا ايه يا لا. خد لك يومين وفكر فيهم، بس ليصير معك نتيجه توصل لنتيجه احكي معي. رقم تليفوني معك؟ ايه اعطيتك اياه. يلا سلامات. الله معك. ويهبطوني بالسجن لحتى بطل تشوفها لهنادي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك شو عمل فيك؟ لك شو فوسك شو عليك؟ لك ما بتاكل انت ولا؟ تعال شوف. روح اتسمم. اشتري السم. شادي زبط بفرنسا؟ ايه اكيد بيكون دبر راسه. بعدين انتو بتعرفوا انه شادي دائما كان عقله هنيك. ايه قضى عمره عم يحلم بالثورة الفرنسية. قام راح لعنده. لك حبيبي لك شو بجيبها لعنده؟ تخيل قال قاعد هون وجايب الثورة الفرنسية لعنده. عمي شو يعني الثورة الفرنسية؟ هلا شو بدك وجع الراس انت؟ اخي المهم راحوا والتقوا مع بعض. طب بدنا نعرف. تعرف؟ شو؟ والله الشادي له وحشة. لو كان هون هلا كانت لقيت. شو اخبار اهلك انت؟ مناح. عمك ابو مراد ما بينخاف عليه. ما زعل مشان مجموعك بالبكالوريا؟ بلا زعل شوي، ما بيخلى الامر. بس بعدين قال لي يلا هيك هيك الشهاده صايره مثل قلتها وما بتطعمي خبز. والله معه حق. طلع لك شيء بالجامعه؟ طلع لي لكان. يا سيدي طلع لي تاريخ. سجلت. قلت لحالي بكره بتفيدني بالوظيفه. يعني منه مشان الترفيع ومنه انه معه شهاده الواحد. ليش توظفت؟ بهاليومين يعني لبين ما كمل ورائي مشان مسابقه الجمارك. نجحت؟ ايه نجحت. نجحت؟ الف مبروك. ابو مراد بجيبها وبجيب ابوها. يعني هلا فينا نعتبر ان صرنا مدعومين؟ ايه فينك تعتبر. هلا ما حدا منكم رح بيشتغل معي؟ شوفي راس. شوفي راس وابو فاروق. هلا اتركني من ابو فاروق والدهان والكلام الفاضي. اسمعوا على هالحكي. لك شلون اتركك؟ ليش حضرتك شو عندك شغل لنشتغل؟
عمي مشان الله ما بنا مشاكل. لك شباك لحظة ما رح أعمل مشاكل، حتى لو ضربوني ما رح أعمل مشاكل. راجعك. يابي هلا انت عم تحاسبه كانه قدك. عامل لساته ولد يابي. بالاخلاق ما في لا ولد ولا في رجال ولا في صغير ولا في كبير. في دم، في ضمير، في قلب، في روح، في الله. لكن ما كنا ناطرينه، كنا ناطرينه ليرجع لاهله وليرجع لاصله، ومشان يرجعوا معه برائد زمي يسمع مصاري أبصر ابني جايبهم. الله يستر ما يكون جايبهم من شي درب يودينا نحن وياه على القفا. طول بالك يا بي طول بالك. طيب انت شوفه، اسأله شوف شو قصته. لك شو بدك اني اسأله؟ المكتوب مبين من عنوانه، سيارة وبيت وبهنكة وعلى رش 500 وألوف. لك بدك تقنعني انه هدول جابوه خلال 3 شهور؟ لك 3 شهور يا ناس. طيب يا بيسألوا عود انت وياه تفاهموا مشان الله يا بي، الله يخلينا اياه. لا بدي احكي معه ولا بدي اشوفه نهائيا ببيتي طالما بشق على انه معه قرش واحد حرام. يا بي هو اقسم لي بالله العظيم انه المصاري اللي معه مو حرام. ولك يا ابني في مليون شكل للسرقه. يا ريت شفت يا بي شو عمل مع هشام مشان يرجعوا لهناء ويترك الثاني. يا بي عامر معنا، صدقني معنا مو علينا. أنا بعرف إنه في كتير ناس صايرين هبيشي. دائما كنت أعمل حالي ماني شايف، وكنت لقي لهم أعذار. كنت أقول على إنه المعيشة صارت غالية والرواتب ما بتكفي، بس لما وصل البلة دقني وصلت المشكلة لقلب بيتي، ما بقيت أقدر أتحمل، ما بقيت أقدر أتحمل. ولك يا ريت الناس يخلونا شوية أخلاق، بس شوية أخلاق نقدر نتطلع فيهم بالمراية بعيوننا. Yeah.
stop is London. Well, from London we head now to Utrecht in the Netherlands. هلا نيز مو كبير علي. لك مو كبير ولا شيء، خلصني كتفي ساندويتش تخلينا نمشي. لوين؟ لك شو لوين؟ نحن ليش اجينا من بيروت وتركنا شغلنا؟ مو مشان ندور على عامر؟ خلص ساندويتش تخلينا نروح ندور بركي بنلقط له شيء خير. وين بنلقطه هلا؟ لك شو وين بنلقطه؟ بنروح بندور بننتظره بالمحلات اللي ممكن يتردد عليها. هلا؟ لك ايه هلا احسن من النهار، ما بدنا حدا يشوفنا، بعدين اصلا مو لازم حدا يشوفنا. يعني ليش مو لازم حدا يشوفنا ولا حدا يعرفنا؟ فهمني هاي. لك يا غشيم فتح ذهنك. العلقة مع الجنائية مو سهلة. يعني صار ما صار، الله وكيلك بيطالعونا مثل ما بيطالعوا الإبرة من كومة قش. لذلك لازم يكون حذرين قدر المستطاع. يعني ممكن يلقطوا كل واحد قال مرحبا لعامر، عم تفهمني؟ بتعرفها بالخير؟ هي أفهمتني، ما لي حاسبها هيك بنوب. حبيبي اللي ما بيحسب ما بيسلم. قوم خلص. يلا. شرف. يا بنت الحلال، يا بنت الحلال ما بيجوز هيك. كم لقمة كرمالي، كم لقمة بس. ما بدي، بلكي الله بياخدني، بلكي بيتحنن علي وبيموتني. لا يا بنت الحلال، لك انت عندي بحمايتي، من شو خايفة؟ لا يا هنادي، انت مرتي وعلى راسي من فوق. شو هيك؟ شو اللي صار لك؟ شو صار لي؟ عم تسأل شو صار لي؟ ما بتعرف شو صار لي؟ بقر أنا، غنمي أنا، يا فرحتي فيك وفيك، واحد بالسجن وواحد بالقبر، وارجع انا على شطف الكوريدورات ومعركة الرجال الشاطط اليون على كل مرة، على كل مرة ما لها سند. هنادي انا بموت عليكي، شو بدك قولي وانا مستعد جاهز اعمل اللي بدك. يلا حبيبتي ارتاحي وحاولي تنامي شوي.
اهلا وسهلا. هلا تفضل. في ناس تعمل تليفون؟ ايه تفضل احسن. في صفر بدي احكي مع موبايل. اكرم عينك تفضل. شكرا. هلا هلا. مرحبا عامر. اهلين هشام. مين عم تحكي؟ لك شو بقى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قوم تعي قوم. لك قوم تعي عم بنتظرها. اخي خد تاكسي قله نزلني عند مطعم داكوتا. ايه داكوتا. داكوتا. بلا خلاص هلا وقتك. لا سيدي هي ولاية أمريكية. ماشي تلاقيني ناطرك تحت. أهلي هالشوم. سلامات. باي باي. Wide front straight away. We got all the front runners in this race coming in, bro. Ahmed. قديه معك مصاري؟ معي. معي المبلغ اللي ممكن يحسسنا بالأمان. حسسنا بشو؟ بالأمان؟ مع المصاري بالنتيجة أمان وقوة. أمان وقوة؟ شو هاي دعاية دولية بسيارة؟ هشام املي فكرك شوي من الشوفرة والسواقة. قلي شبك شو قصتك؟ ولا شي. هنادي. هنادي يا رجل شو صاير له؟ اكيد هذا الحقير عم يهددها. تغير تغيرها كثير. ما ادري شو صاير لها. هي بدها. لك هي بدها ما تخاف. هي مسكينه وحيده ما لها حدا. بتعرف قد الصعب يكون الانسان ما له حدا. معناتها لازم تختار بيناتكم. لازم تقرر. المشكله فيها. لك شو تختار ما تختار انت الثاني؟ عم اقول لك وحده ميته من الرعبه خايفه. خايفة؟ خايفة من جنان واحد منكم. البنت ما لها سنة شو بدها تعمل؟ واحد منكم لازم يتنازل. يا أخي فكروا شوي بالعقل. لك شو نهاية القصة؟ والله كبرت لك عامر. كبرت وصرت عم تحكي كلام غميق، غميق عن مضبوط وعن خبرة وتجربة. يمكن. يمكن أنت هلا صرت تسمعني. المهم هلا البنت ما بدها تتشرد. ساعدوها. وانا بصراحه شايف انه انت اقدر على المساعده. خدها من هالباب. عمل لك شي موقف رجولي. وانا شو اللي عم بعمله؟ خروق؟ تفضل خذ مرتي. هيك بدك ياني اقول له للاستاذ رضا؟ ليك هشام. اولا انا وعدتك اني ما بقى اتدخل بموضوع النسوان تبعاتك بنوب. ثانيا انت اللي جاي تطلب رايي. وثالثا نسيان انه هناء اختي. نسيان انه عم تحكي بهالموضوع وكانه انا ما بيهمني امر بنوب. فهمنا بقى. فهمنا يا هشام. مشكله وقعت فيها وعم نساعدك لتطلع منها وبعدين. بس انا شايف انك رح تروح غيرك كمان. يا خوفي بس يا خوفي يجي يوم نوقف انا وياك بوشك يا هشام. حلوا هالموضوع. لك اذا مو مشانك مشان هالمسكينه. ما عم تركب معي لك عامر. والله ما عم تركب معي. يعني اذا بدكم تضلوا هيك لوين بدكم توصلوا؟ قل لي هشام على الشرطه؟ على السجون؟ على المقابر؟ على مستشفى المجانين؟ ولك انا ولك انا كل خوفي على هنادي. وما زالك حنون لهالدرجه. ليش تركتها بوضع صعب وجيت لهون؟ لاني حسيت انه مو طايقتني. لك مو طايقتني ولا طايق رضا. هشام انت بتحبها لهنادي؟ شو هالسؤال سخيف هاد؟ طبعا بحبها. ولا فكرني عم بكذب عليك؟ هشام لو كنت بتحبها عن جد، كنت
كنت ساعدتها لتطلع من مشكلتها وما قعدت تعذب فيها. اخي بيته ما بعرف مينه بس اكيد بهالحاره هي. إيه. كيفك انت؟ لك يا كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. طمني شلون الاولاد؟ ماشي الحال. ان شاء الله تمام. ماشي الحال. شو جوزتوا الابناء؟ يعني على ابواب جوازه خاطبته ولا ايه. شو اخبارك انت؟ ما قلت لي. تمام ماشي حالي. شلونك انت؟ والله الحمد لله. شو عم تشتغل اليوم؟ ما في شيء على حطه ايدك. ايوه. لازم تاكلي. تبكي حبيبي؟ ليش عم تبكي حبيبي؟ شو بعرفني؟ يمكن لاني بحبك. يمكن لأن الدنيا قاسية كتير. يسلموا هديات يا حق. الله يسلمك عمورة. هي قهوة أهلا وسهلا. ها مع أساس أنت ضيف؟ يو أنت الضيفة. بكرة بتتجوزي وبصيري على خانة لؤي. شو بيعرفك بي؟ بكرة يمكن بعد فترة أتخانق أنا وياه أرجع لعندكم مطلقة. أنا خبصت هنوء حبيبة قلبي. عن جد أنا مو قصدي. أنا آسفة حبيبتي. ستي مثل بعضة. شو هالهم؟ ما أنا هيك. لا أنت مو هيك. لكن ليش أنا جاي لهون أساساً؟ هشام ندمان وندمان لتقولي حاج.
امبارح اجى بسهر عندي بالبيت، طلب مني ساعده. وبده مين يساعده كمان؟ طبعا، بس شوفي بشروطنا وكرامتك بتضل فوق راسه. الله يخلي لنا اياك يا عامر. لا انا عم بحكي عن جد، هشام حاسس بالندم ومتلهف وماله عارفان من وين بده يبدا. وشو هالمشكله اللي صايره معه هو ومرته؟ يعني مشاكل بين كل رجال ومرأة، الظاهر ماله متفقين. متعود عليك. ايوه صدقتك وصدقته، اصلا انتوا الرجال كلكم مثل بعض. خلصنا بقى هنا، مصلحتها لبسمة بنتك اهم منك ومنه. الرجال غلط وحاسس بالندم، شو بدك احسن من هيك؟ يسلم هالدم، من وين متعلم هالرواق وهالحكي الحلو؟ والله كبرت يا عامر. من طول عمره حكي حلو، بس بدك مين يسمع. عيب، ما بيصير تحكي هيك عن ابوكي، اسكتي. بالعكس يا امي، مع عامر المدلل عند ابي، قصدي شو بني انا اليوم عم خبز كثير. احسن شيء امشي. ولوين يا مهوي؟ بدي روح لعند لؤي ماما مشان نروح نشوف السيراميك سوا، وبعدين بدي امرق على الجامعه. عموره شو رايك تروح معي لعرفك على سهرك الجديد؟ ايه بروح، ليش لا؟ عشرت، انا عجبني انا بعزمكم على الغداء، وان ما عجبني بطنش وبمشي. ايه قوم، اكيد رح يعجبك. قوم يلا بحاضركم. الله معك امي، الله معك. حبيبي، وسيارة كمان؟ هي السيارة مستأجرة إجرة. ولو؟ لا مو ولو، هيك سيارة مو إجرتها أكثر من 10 دولارات في اليوم. هلا معقول هيك سيارة أجارة بس 10 دولارات؟ سيدي فريت 15 دولار، 20 دولار مو أكثر من هيك. والمعنى؟ المعنى إنه الشاب هيك يا حبيبي هيس كام يوم، فاستأجر هي السيارة مو مشكلة. أبو الخير، لا تطلع فيني هيك، أنا جاهز لأي شيء، بس القصد إنه مو نعمل مشكلة هيك على الفاضي. أخي أنا برأيي إنه نتريس شوي، إلا امشي معي. شرف يا ستي، كله خير كله خير، المهم أنت تكوني مبسوطة ورضيانة. أنا مالي رضيانة، طالع من نفس المدينة، ليش لحتى ندفع الدبل؟ شرف، شوف أختك لك يا حبيبتي، كل شيء حقه معه، بس مو ضروري أبداً تزنق حالك. خلاص نحن عم نعمل شيء، خلينا نعمله مثل العالم والناس، ضروري يعني بعد فترة نرجع نصلي. يا مياد الغالي دائماً حقه معه، بس الشغل أهم، يعني مشان السيولة. ستي هيك السوق بده، يعني يوم فيه ويوم ما فيه، المهم هلأ بلكي الله يبعث لنا شيء مشروع ويكون مدهن. ليش شو صار بمشروع الآلات الطبية تبعك؟ القديم خلصنا منه، الجديد لسه. بالمناسبة عرفت لكم شو قصة البضاعة؟ شو؟ يعني موديل قديم شوي، بس نحنا بدنا 20 سنة لنوصله. يكون في شي غلط. ولو ميادة، معقول أنا تفوتني هيك ملاحظة؟ أنا المشروع الجاي ما رح شاركه لأبو أحمد، رح أخده لحالي. عرفت مصدر البضاعة منين؟ يا ستي ولا تزعلي، كمان راسلت الشركة. هذا هيك وما صار له بسوق غير من امبارح. يا ستي الله يحميه، باينته خايف على مصلحته. إيه صهري العزيز، شو بيلزمك سيولة؟ شو بيلزمك مصاري؟ أنا جاهز خيو، لا توفرني. تشكر أخي عامر، فيك البركة والله.
ان شاء الله. وصل. سلامات. سلم. هلا. شبيك شبيك لشو حاطه العقده؟ مالي حاطه عقده ولا شيء، بس انت ما بدك تجاوبني على سؤالي. هلا انت ليش دائما مصره توجعي راسك بهيك مواضيع؟ عم وجع راسي؟ هلا انا عم وجع راسي؟ انت اخي ولا لا؟ ولا مو من حقي خاف عليك؟ من حقك، بس سؤالك كله ما له طعمه. لا له طعمه، وأنا مصرة أعرف قديش معك مصاري. إيه؟ وأنا مصر إني ما جاوبك. خلص بقى روحي هلا انزلي وحاجي ولدني. أنا بعرف إنه لك معزة خاصة عند أبوكي، مشان هيك بدي إياك تروقي وتحضري لي إياه. قولي له عامر مستعد يصالحك. حضره؟ كيف؟ حضري شوي. قولي له عامر عم يساعد هنا لتطلع من مشكلتها. أحكي لك معه كم كلمة حلوة. قولي له عم يبعت مصاري لعادل. أبوك لو بده يمد إيده لحدا لكان وضعنا المادي غير هيك من زمان. طيب شو بعمل يعني؟ شو بساوي؟ مصاري وإجتني من غامض علم ربك، شو بساوي؟ لا تساوي شي أخي، لا تساوي شي طالما أنك صريح معي. بخاطرك. مع السلامة. خير. اجينا على الفاكس عم يقول انه واحد من هون من دمشق للتكييف، هذا طالب عرض. ومن مين الفاكس؟ من ميديسين ماشينري عم يقول انه طالب قطع، والقطع هي بالعاده مو للتصدير. ومن هذا دمشق للتكييف؟ لك ما يكون لؤي. لؤي فعلا لؤي استاذ. عيد عيد عيد. ميديسين ماشينري بعتولنا فاكس عم يقولوا انه في عنا زبون طالب آلات، وطالبين منا انه احنا نتصل معه ونعرض عليه آلات بديلة. هالآلات موجودة بالكتالوج 4WSX98 لأنها بتستخدم نفس المواد استاذ، وطالبين كمان عم يقولوا انه تخلي اتصاله معنا عن طريقكم. ليش هو شو طالب منهم؟ هو طالب مكانات الكتالوج الثاني 4WSP82. يخرب بيت قلبه. لك هاي المكانات بطلاني من 10 سنين. العمى وقع على رجليه السيد لؤي. نعم استاذ. لا ما في شيء، بس بقينته حكم على القسم الغلط. اتركه. اول قال لك اكتب للشركه. عود. اكتب من أجل تسريع العملية نرجو توجيه الزبون كي يتصل بنا، نحن وكيلكم المعتمد. بس أنا بعرف البضاعة القديمة هي من أفريقيا. هلا أنت كمان بدك تعمل ذكي. اكتب عم يكتب. اكتب اللي عمل لك عليه. خلصني. خليني أكدو على أنه الآلات اللي طالبها ما عادت تحت التصنيع، ويأكدوا على موضوع الاتصال فينا. حاضر استاذ. ولا لك استنى نفس الطلب اللي طالبه لؤي اطلبه نفسه بالحرف. اطلبه من هذا اللي شو اسمه، بابا نارو بابا مدري تشومبا. بعت له خليه يعرض علينا بأسرع ما يمكن. يلا حبيبي يلا. حاضر استاذ. والله واجيت برجليك يا سيد لؤي. طمعت ما هيك. ولك يا ابني الطمع بالجامع. على كل إن هي أحسن شغلة بتعملها بحياتك.
يخرب بيت قلبك يا ابو احمد، طلعت انت الوكيل؟ طيب شلون فاتك خبر المناقصة؟ الو مرحبا، انا المهندس لؤي، ممكن تعطيني السيد ابو احمد؟ الو مرحبا عمي ابو احمد، شلونك؟ شو يا الله يتم عليكم. قال طلعتوا انتوا الوكلاء لدسم ماشينري. إيه طيب ما تحكي، كنا ما بعثنا له لانه هلا وصلني منهم فاكس. ايه عم بيقولوا لي اني احكوا معكم. شو هالكلمتنا عمي ابو احمد؟ والله مو عرفان انه انت الوكيل. ايه هو فعلا انت بالذات كان لازم اسالك. حقك علي يا عمي ابو احمد. سيدي هي عرفنا معلومه جديده. ودخلك ليش اتصلت فيهم؟ مشان مناقصه مستشفى الجلاء، ما هيك؟ الجلاء؟ معناها ليكك عارف. لا يا لؤي لا، بزعل منك. ها انا بدرى بكل المناقصات قبل ما تطلع. اذا شو؟ يعني قصدي انت رح تدخل على الخط؟ هو انا كنت ناوي بس. بس شو عمي ابو احمد؟ لا عمي لا، مالي مصلحه. فوت اخي فوت، وما دمت انت داخل فيها انا ما عاد لي مصلحه فيها اكثر واكثر. لا رح اترك لك اياها مشان ما تفكر لا سمح الله باني انا مع نفسك. لا وغير هيك كمان، انت جيب البضاعه من راسك لراسهم. لا انت مالك علاقه، انا عمولتي باخذها من برا لبرا. ايه خليها تبين معك، انت استوردها. ايه طالع اجازه استيراد وحلال عليك. شلون ما فين يعرضوا؟ لا ولا يهمك، اعتمد علي، العرض انا بجيب لك اياه. تستاهل يا لؤي، انت بتستاهل، موفق. الله معك يا ابني، الله معك. والله وعليت يا لؤي.